مجلس جهة فاس مكناس يصدق على مشاريع اتفاقيات ذات طابع تنموي وبيئي واجتماعي وثقافي ورياضي، وذلك خلال أشغال دورته العادية لشهر مارس. أشغال هذه الدورة تميزت بالدراسة والمصادقة على مشاريع عدة همت الشق الاجتماعي والجانب البيئي والجانب الثقافي ثم المجال العلمي والمهني. نقاط أساسية أذكر منها الدراسة والمصادقة على العقد البرنامج بين الدولة والجهة الذي يؤطر طبعا مختلف الاتفاقيات ومختلف الشراكة بخصوص تنزيل البرنامج التنموي الجهوي. يتضمن أيضا جدول أعمالنا مجموعة من مشاريع اتفاقيات في مختلف القطاعات ذات بعد تنموي حقيقي تبلغ في مجموعها 129 اتفاقية. جدول أعمال الدورة تضمن أيضا تقديم ملخصي محضري الدورتين العادية والاستثنائية لأكتوبر 2023 وتقديم التقرير الإخباري لرئيس مجلس الجهة.